بفيديو اليوم رح نتعرف على اليوتيوبر الشهير أبو فلا، فإذا كنتوا حابين تتعرفوا على شخصيته خليكم معي لنهاية المقطع. مرحبا، كيفكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم إسلام من قناة ألوان تيوب. مثل ما قلت بالعنوان، مقطع اليوم عن محبوب الكل أبو فلا. بس قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وهلأ يلا نبدأ. أبو فلا هو أقوى يوتيوبر وصانع محتوى في الشرق الأوسط في هاي الفترة. اسمه الحقيقي حسن سليمان. انولد أبو فلا بتاريخ 18/12/1998، يعني بيبلغ من العمر 23 سنة. أما بالنسبة لجنسيته فكتير أسئلة انسألت بهذا الموضوع، والإجابة إنه جنسيته صومالي، بس هو وعيلته ساكنين في الكويت من زمان. حاليا مقيم مع أصحابه في مدينة اليوتيوبرز إمارة دبي في دولة الإمارات. وقبل أيام نشر أبو فلا مقطع عن السيت أب الجديد يلي وصفه أبو فلا إنه Go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit if it moves. أبو فلا من أقوى وأشهر اليوتيوبرز العرب، وقدر إنه يوصل لعدد كبير من المحبين لأنه بيتمتع بالبساطة وطيبة القلب. بيقدم على قناته محتوى التحديات والمغامرات والألعاب، ومن أشهرهم ببجي وفورتنايت وفيفا وماينكرافت. واشتهر أبو فلا بدعمه للمشاريع الخيرية. البداية كانت من بناء مسجد لما وصلت قناته 5 مليون مشترك، ولما وصل 10 مليون مشترك أطلق مشروع خيري اتكفل فيه بعلاج 1500 شخص مصاب بماء العين. وفي عام 2021 أطلق حملة لنجعل شتائهم أدفأ، وقدر أنه يجمع مليون دولار في 28 ساعة عبر البث المباشر. وفي بداية عام 2022 جمع أكثر من 11 مليون دولار ضمن حملة لنجعل شتائهم أدفأ، المدعومة من مبادرات fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching... وكتير من مشاهير اليوتيوب شجعوا أبو فلا على هذه الحملات الخيرية، وأكدوا أنه لازم المشاهير يستخدم شهرتهم في دعم الجانب الإنساني وصنع الخير. عن اليوتيوب، قناة أبو فلا على اليوتيوب من أقوى القنوات العربية. بلشت بتاريخ 28/7/2016، يعني من 6 سنوات تقريبا. وبهي الفترة قدر أبو فلا أنه يحقق 25 مليون مشترك، وحصد أكثر من 3,300,000,000 مشاهدة، وهذه الأرقام أكبر دليل كبير على حب الناس إله. أما عن أكثر مقطع حصد مشاهدات حتى الآن، هو مقطع إذا ضحكتني أعطيك آيفون 12، واللي حصد 37,000,000 مشاهدة. حسابات السوشيال ميديا، أبو فلا عنده حساب على الإنستغرام بنشر عليه صوره وحياته اليومية، وبتابعوا عليه أكثر من 7,000,000 متابع. وعنده كمان حساب على تويتر بيتابعوا عليه أكثر من 970,000 متابع، وهي صورة حسابه على سناب شات إذا حابين تتابعوا. وفي نهاية المقطع بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوا تتابعوا حسابي على الإنستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.